بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم إن شاء الله في درس خفيف ولذيذ في الوورد، الدرس 14. هنتكلم عن كيف تتعامل مع المعادلات من داخل برنامج الوورد، وهنتكلم كمان عن نقطة كيفية إدراج الرموز. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. عشان ندرج معادلة داخل برنامج الوورد بروح على إدراج وبختار معادلة، ولا يا جماعه في مجموعه من المعادلات الجاهزه. طبعا الناس اللي هي بتشتغل بالمعادلات عشان تبقى فاهم الموضوع ماشي ازاي، الاغلبيه في المعادلات بتكون باللغه الانجليزيه وتكون رموز، واغلبها الرموز دي لاتينيه، وزي ما انت شايف كده لازم تبقى انت عارف اصلا انجليزي عشان تشتغل على المعادلات. فلو انت فتحت المعادلات هتلاقي في المعادلات عندك في مثلا معادلات جاهزه انت ممكن تعملها، وفي ممكن تعمل ادراج لمعادله هي جديده. هناخد شكل مثلا المعادله الجاهزه اللي هي معادله الجذر التربيعي، هنضغط عليها هتبص تلاقي ان هو انزل لك المعادله بتاعتك بهذا الشكل. تمام، هنضغط انت نضغط انتر، اصبحت المعادله دي موجوده عندك. انت ممكن تعدلها، ممكن تستخدمها بالشكل اللي هو عاوز، ممكن كمان تيجي هنا وتروح عامل ادراج وتيجي في المعادله وتختار معادله جديده تكونها انت بنفسك. تمام، لما تعمل انت معادله جديده بيفتح لك التصميم الخاص بمين بالمعادلات. هناخد مثلا ان احنا عاوزين نعمل مثلا الداله مثلا الاسيه زي كده، هناخد او الداله اللوغاريتميه على حسب الناس بتاعت الرياضه طبعا بتفهم الكلام دوت. بنبتدي مثلا ناخد الشكل ده مثلا، ولكن اي ديت اللي هو الشكل دوت، وهنكتب مثلا اي مثلا ماينس اكس بهذا الشكل. وبكده اكون انا عملت معادله يعني جديده خاصه بيا. هضغط انت من لوحه المفاتيح واضغط انتر، وبقى عندي دلوقتي معادله انا كونتها بنفسي. وعندك طبعا انت لما تيجي تدرج معادلات عندك اشكال كتير انت ممكن تعمل معاها في ادراج المعادلات. اللي بعد كده اللي هو موضوع ادراج الرموز. طيب باجي في ادراج واختار رمز، بيديك هو مجموعه من الرموز الجاهزه زي كده مثلا اي رمز من دول، او تختار انت مزيد من من الرموز. وهنتكلم عن مزيد من الرموز. في يا جماعه رموز عربيه، رموز عربية، وفي رموز اللي هي بتاعت الأشكال اللي هي زي كده. في مجموعة من الخطوط معينة احنا لازم تبقى عارفهم خاصة بالعربي وخاصة الرموز العادية. بالنسبة للخط هنا لو فتحته من هنا هتلاقي من تحت خالص كده أو من فوق خالص، تعالى دور معايا على خط اسمه الـ AGA. طبعا عندي خطوط كتير هنا فالموضوع اتأخر شوية، فهنشوف خط اسمه الـ AGA. أي خط AGA هتلاقيه في الغالب هو عبارة عن خط فيه رموز، يعني زخارف. هندور على الخطوط الاي جي اي اهي، هنبدا معاها. شوف مثلا اي جي اي ابسان ريجولار، وتاني برضو في خطوط انا عندي ممكن ما تكونش عندك انت. لو انت عندك مجموعه من الخطوط الكبيره الكتيره، ويستحسن طبعا لو انت هتشتغل في مجال كتابه الابحاث ان انت يكون عندك من 1000 ل 2000 خط، يعني تخليهم على الجهاز بتاعك. في خط الاي جي اي مثلا دوت، مثلا لو ضغطت عليه هبص الاقي اي جي اي اندلس مثلا، في اي جي اي اي جي اي عرب سيكوي اللي هو ده، هتلاقي في مجموعه من الرموز العربيه مثلا زي مثلا القوس دوت لو عملنا الادراج، زي تقفيل القوس اللي هي دي لو عملنا الادراج بهذا الشكل. لو خدنا مثلا مسافه عشان تبقى الامور واضحه، مثلا ذو القاعده ادراج، ذو القاعده ادراج، مثلا رمضان ادراج، شعبان ادراج، دي الحروف، كلمه جل جل جلاله ادراج، كلمه الله اكبر عز وجل، لفظ الجلاله الله مثلا، كل دي رموز عربية. تمهيد، كلمة تمهيد مثلا، المحتويات، صلى الله عليه وسلم هتلاقيها برضو موجودة هنا، عليه السلام مثلا، صلى الله عليه رضي الله عنه دي تقريبا، برضو هتلاقي صلى الله عليه وسلم ودي رضي الله عنه. المهم هتلاقي مجموعة من صلى الله عليه وسلم هي. تمام، هتلاقي مجموعه من الزخارف ورموز العربيه انت ممكن تستخدمها في الكتابه بتاعتك، سواء كان في الاقواس بتاعه بدايه الايات مثلا، او كلمه كل عام وانت بخير، مش عارف المهم الاشياء تم بحمد الله مثلا، دي كلها عباره عن زخارف انت ممكن تدركها كرموز عندك وتعمل معاها. وزي الكلمات العاديه تحدد بس مجموعه الرموز بتاعتك ديت او الرمز بتاعك ده، وتيجي في الصفحه الرئيسيه هنا وتكبر الخط زي ما انت عاوز، هيكبر الرمز وهيبقى واضح بالنسبه لك هو الرمز اللي نزل ده ايه. تاني الخط اللي هو شغال في الرموز ديت اسمه خط اي جي اي ارب سكوي، اي جي اي ارب سكوي. وهتلاقي برضه في واحد تاني اسمه اي جي ارب سكوي ديسك توب، برضه ده في مجموعه تانية من الرموز اهيت. وعلى حسب ما انت عندك من خطوط فيها زخارف هتلاقي فيه كتير. طيب
ده بالنسبة للزخارف العربية، لكن في عندك برضو رموز انت عاوز تدرجها مثلا اللي هي اللاتينية مثلا، او الاشكال بتاعت الايادي ومش عارف ايه الكلام ده كله. انت ممكن تيجي تلاقي معظم الاشكال ديت موجودة في حرف الدبليو، حرف ايه الدبليو تحت كده، ونزلت تحت تحت شوية كمان كمان حرف الدبليو. معلش برضو هنا انا عندي خطوط كتيرة فعشان كده مشت يعني امور بطيئة شوية. فهنشوف حرف ال W اهو، هتلاقي في خط اسمه ال wing wings wing wing windows دي، ده خط في رموز، واللي تحتيه برضو اللي هو ال wing dings ده برضو في رموز زي الرموز اللي انت شايفها دي. ممكن تدي مثلا رمز زي الفولدر دوت، رمز اليد دوت، الخط اسمه خط wing dings ماشي. مثلا سهم بيشاور كده، كفة يد بهذا الشكل، مثلا رمز الديسك بتاع زمان دوت، تليفون، رمز كتاب. طبعا الحاجات دي بتسهل لك موضوع الكتاب، وتسهل لك موضوع القلم، بتسهل لك موضوع التنسيق شويه. في برضه خطين تحتيه برضه اللي هو الوينج دينجز 2 دوت والوينج دينجز 3، كل دول برضه في خطوط فيهم فيهم رموز. فانت التلات خطوط دي يا جماعه فيها رموز كتيره انت ممكن ايه تستخدم. وبكده هنكون احنا غطينا موضوع التعامل مع المعادلات والتعامل مع الرموز. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب على القناة علشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.